معنا هاتفيا من اسطنبول سيد ثامر مشانش رئيس رابطة فلسطيني العراق. مرحبا بك سيد ثامر، ما أبرز معاناة الفلسطينيين في العراق منذ الاحتلال في عام 2003 وحتى الآن؟ حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وحياك. الحقيقة بعد 70 سنة من استضافة العراق للفلسطينيين وقدومهم كان عددهم ما يقارب 4000 لاجئ منذ عام 48 منذ 48 بعد 40 بعد أكثر من 70 سنة الآن أصبح عددهم أقل من ذلك، يعني ما يقارب 3000 لاجئ الآن موجودين في العراق ما بين بغداد والموصل وكردستان. الحقيقة أهم ما يعانيه اللاجئين الفلسطينيين في العراق هو القاعدة أو القانون الذي يحكم معاملة الفلسطيني في العراق بعد إلغاء القانون 202 الذي ينص على معاملة الفلسطيني معاملة العراقي مساواة معاملة العراقي، وما زال هناك غبن يصيب اللاجئ الفلسطيني في العراق ما أصابهم من حيث البطاقة التموينية من حيث الراتب التقاعدي والتعيين وإلى آخره من المعاملات. ورغم من ذلك يعني مثلا يتم أخذ إجراءات بعد المراجعة من قبل يعني السفارة من قبل بعض مؤسسات المجتمع المدني أو المحامين أو من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لكن تتم المعالجة بشكل معقد. يعني مثلا البطاقة التموينية تم إعادتها للاجئ الفلسطيني لكن بإجراءات سلسلة طويلة من الإجراءات، الرابطة عملت استفتاء في ذلك. نعم. نسبة 80% قالوا لا نستطيع إعادة البطاقة التموينية لهذه الإجراءات. أيضا أستاذ ثامر، يعني في عام 2006 وبعده عانى الفلسطينيون كغيرهم من العراقيين من أقرانهم العراقيين من عمليات استهداف ومخطط لاغتيالات من قبل ميليشيات، هل كان هذا يعني مخطط لتهجير الفلسطينيين من العراق ومن وراءه برأيك؟ الحقيقة أنا لا كنت لا أريد أن أتكلم في التاريخ، أريد أن أتكلم في الحاضر، لكن لا بأس. فعلا يعني على قلة عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق قامت المفوضية بعمل إحصاء وجدت أنه تبقى من الفلسطينيين ما يقارب 22000 لاجئ تقريبا في عام 2003 عملت هذا الإحصاء. نعم. في ظل الطائفية تم استهداف اللاجئين في فلسطين و يعني تم استهداف المئات والآن ليست هناك استهدافات، يعني طالما نتحدث عن الحاضر بهذا الشكل الطائفي لا أعتقد. يعني الآن توقف للتهجير، يعني نعم المخطط التهجير يختلف من زمن إلى آخر، قد يكون المخطط في ذلك الوقت أو تلك المرحلة كان بالاستهداف الشخصي بالتهجير. نعم. وتم ذلك فعلا على أرض الواقع، يعني الآن اللاجئين الفلسطينيين متشتتين في أكثر من 50 دولة. اللاجئ الفلسطيني من العراق شتتوا إلى المخيمات الصحراوية ثم إلى أكثر من 50 دولة. الذي هم من الآن هو ما تبقى منهم على قلة عددهم في العراق. طيب. ما تبقى منهم فعلا. نعم. نحن نريد لهؤلاء اللاجئين أن يعيشوا حياة كريمة. نعم. ويتم استضافتهم في العراق لحين عودتهم إلى وطنهم فلسطين. طيب. كل اللاجئين الفلسطينيين في العراق في سوريا في لبنان في كل مكان هم يعرفون أنهم ضيوف عند إخوانهم، يحترمون هذه الضيافة ويقومون بصيانتها إلى أن يتم تحرير فلسطين وعودتهم. نعم. سيد ثامر، هل لديكم معلومات عن أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الحكومية في العراق؟ بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في العراق يعني عددهم ما يقارب 50. نعم. هذا ما هو معترف به من قبل الحكومة العراقية، وهناك عدد آخر نسميهم المختطفين، يعني تم اعتقالهم من قبل ميليشيات أو من المستشفيات أو من أماكن أخرى ولا نعرف لهم مكان الآن. كثير منهم لا نعرف لهم مكان. بحسب اطلاعك هل هناك تحرك جدي لاستنقاذ أو إنقاذ المعتقلين الفلسطينيين في العراق بحسب اطلاعك؟ يعني بالنسبة للتحرك هناك يوجد تحرك، لكن الوضع القانوني هو الذي يعيق
عملية التعامل مع اللاجئين أو المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون في العراق. نعم. لأنه تمت محاكمتهم بشكل غير قانوني والتحقيق معهم تحت التهديد وسحب اعترافات أو إرهابهم على تثبيت اعترافاتهم بأعمال لم يقوموا بها. طيب. ولدينا قصص كثيرة من هذه من هذا النوع. هناك 4 لاجئين تم اعتقالهم في 2006 واتهامهم بتفجيرات بغداد الجديدة، ثم وكان ذلك على أثر وشاية، حسب ما ادعوا وشاية إنسان فاقد لعقله يعني. نعم. نعم. غير مؤهل، وبالنتيجة تمت تبعيتهم وخرجوا خارج العراق، والآن هم أحياء في دول بعيدة عن العراق. شكرا جزيلا لك من اسطنبول سيد ثامر مشينش، رئيس رابطة فلسطينية العراق.